مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في لقاء جديد، لقاء مباشر على الإذاعة القريبة منكم ميز راديو، برنامجكم سيدتي سادتي. سعيدة بلقيكم التواصل معكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكل أوفيائنا وبكل مستمعينا فين ما كنتوا. نتمنى أنكم تكونوا مستمتعين بوقتكم معنا وكتقضيوا معنا أمتع الأوقات. عواشركم بركة مسعودة بالصحة والسلامة والعافية وبكل ما كتمنوا يا ربي، وتكونوا في أحسن أحوالكم وتكونوا على خير وبخير ونشطين وفرحانين. وإن شاء الله الله يجعل الأيام الصعبة هي اللي دازت وأيام الخير هي اللي جاية يا ربي علينا وعلى الجميع، وتكونوا دائما في أحسن أحوالكم وعلى خير وبخير. عواشركم بركة مسعودة بالصحة والسلامة والعافية وبكل ما تمنيتوا. إوا كاين شي تواول، كاين شي صواب ديال عاشوراء، كاينه شي لما شي جمعة مع الحباب. نتمنى انكم تكونوا ان شاء الله في احسن احوالكم يا ربي. اليوم مستمعينا الكرام خلال لقائنا يوم الخميس كيف ما تعودنا دائما، لقاء اللي من خلاله كنقدموا مجموعه من الاقتراحات والحيل المنزليه. ما توحلش ليا وفاء. لا ما كليت والو. وفاء مره نقولوا للمستمعين شنو واقع بيناتنا. على اي حال خلينا نكملوا البريزونطاسيون. واخا اذا احنا اكيد مستمعينا الكرام لقائنا مفتوح معكم حتى الوحده، واليوم كيف ما تعودنا لقاء اللي من خلاله كنقدموا مجموعه من الاقتراحات والحيل المنزليه. اليوم غادي نتكلم معكم شي شويه على عاشوراء. تبارك الله البارح ليله التسعاء الناس كانت صايمه، واليوم عاشوراء والناس صايمين ايضا. تقبل الله صيامكم وجعله لكم مغفره وثواب يا رب. واكيد انه هذه المناسبه كطبعها مجموعه من العادات والتقاليد المغربيه. اليوم غنتكلموا على بعض النقاط. كثير منا كيبغي هذه الحباب، يبغي يقدم الصواب، يدي الفاكهه للحباب. كيفكر كيفاش ممكن ندير الاقتراحات الى غير ذلك. اليوم غادي نعطيكم مجموعه من الاقتراحات اللي تقدر تعاونكم باش نزوقوا الفاكهه ديالنا، ولا باش نزوقوا الطبله ديالنا ملي يجوا عندنا حبابنا من جهه عائلتنا. ايضا باش نديروا واحد اللمه زوينه، باش نديروا واحد لو تيم اولا واحد الفكره تكون زوينه. كاين بزاف ديال الافكار اللي نقدروا نديروها، بزاف ديال التصورات اللي نقدروا نديروها. اليوم غادي نتقاسمها معكم مستمعينا الكرام. نتمنى انها تنال اعجابكم ورضاكم، كيف ما غتكون فرصه باش نستقبلكم ايضا عبر ارقامنا الهاتفيه المفتوحه ونتواصلوا مع بعض باقتراحاتكم وبارائكم. فاهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. نخليوها جلسة عائلية خفيفة ظريفة معكم. نمشيو ادينا شي فاصل زوين، شي فاصل احتفالي بالمناسبة. مرة ندير هاد الفعيل الوفاء، شي موسيقى زويونة نحتفلوا جميع بعاشوراء مع مستمعينا. واكيد انه بطبيعة الحال غادي نرجعوا باش نقدموا مجموعة من الاقتراحات ونستقبلوا ايضا مكالماتكم. مرحبا واهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام فين ما كنتوا دائما على الاذاعة القريبة منكم ميد غاديو. قبل ما نمشي فاصل نذكركم بارقامنا 0522 46 72 50، اولا 51 اولا 52، ايضا 0522 88 00 60، ولا 61 ولا 62. كيف ما يمكن لكم تواصلوا معنا عبر الفيسبوك والصفحة الرسمية للبرنامج واللي هي سيدتي سادتي. اذا في انتظار انكم تهيئوا انفسكم، توجدوا ورقه وستيلو وتكونوا معنا عبر ارقامنا الهاتفيه المفتوحه وتواصلوا معنا حتى نتوما علاش لا بافكاركم واقتراحاتكم. كيفاش كتقدموا الفاكهه ديالكم، كيفاش كتزينوا الطبله ديالكم، شنو هي العادات اللي كتبعوها بطبيعه الحال في عاشوراء، كيفاش كتحتفلوا بالحباب، شنو هو اللمسه ديال كل سيده مغربيه طبيعه الحال اللي معروفه بتاويلها وباناقتها في بيتها وفي هندامها، كيفاش كتقدميها في الدار ديالك. حنا كنرحبوا بالجميع كيف ما كنرحبوا بالاقتراحات اللي ممكن انك قدميهم لنا سيدتي، وايضا حتى انت مستمعنا الكريم اللي كتابعنا. علاش لا، اليوم صباح الرجل حتى هو كيركز وكيبغي انه اي حاجه تحط له في الطبله بتاويلها، وحتى هو يتقدم فيها بواحد الشكل زوين وبواحد الرقي زوين للحباب والاهل والاصدقاء. وخلاص اللي عندهم تفاكر دابا غيبغي يقدم التفاكر ديالو للخطيبه ديالو بطبيعه الحال بطريقه زوينه. احنا اكيد مازالين معكم مستمعينا، غادي نمشيو فاصل احتفالا بعاشوراء جميعا وراجعين لكم. رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو، مازال مواصلين مازال مستمرين دائما وبرنامجكم سيدتي سادتي. مره اخرى عواشركم بركه مسعوده بالصحه والسلامه والعافيه يا ربي بكل ما كتمناو. نتمنى لكم خير وان شاء الله ربي نولكم ما في بالكم يا ربي. قبل ما نعطي الاقتراحات واحد المستمعه جاتني الصوره الاولى قبل ما نقول، قالت
واخا انا غادي نمشي نقلب عليها. تبارك الله عليكم هادشي زوي واللي مصيفطين. راجية الرحمن قالت لي سلام اختي سكينه بغيتك تقدمي لي شي دعوه بالدريه. كلشي داي معايا 7 سنوات ديال الانتظار. الله يسهل عليك ويفرحك يا ربي ويفرح كل محروم وفيها خير ان شاء الله باذن الله. اكيد انا ربي غيكافئك اكثر فاكثر. فنتمنى ان كل من صايم في هذا اليوم هذا يدعي معاك ان شاء الله بالدريه الصالحه وبكل ما كتمني. وكل واحد فينا الله يعطيه كل ما في باله والله يعطيه كل ما في خاطره يا ربي امين. احسنتي يا وفاء الله ينورك ما في بالك. واخا غادي نمشيو اليوم باش نتكلموا على يا ربي امين غنمشيو باش نتكلموا على العواشر كيف ما قلنا. اذا كيف ما عرفنا العواشر ديالنا اولا عاشوراء مناسبه اللي من خلالها اول حاجه كيكون الصيام. نتكلموا على الايجابيات تيكون الصيام كيكون زياره الاهل والاحباب. الناس كتمتع باللباس التقليدي كتمتع باللمه ديال العائله بالجلسه ديال العائله بالنشاط مع العائله بالفرحه مع العائله. جميل جدا كل واحد فينا وعاداته. كاين الناس اللي في هذا اليوم هذا كيديروا كسكسو بالمجبنه كاين الناس اللي كيديروا رفيسه كاين الناس اللي كيديروا دجاج محمر كاين الناس اللي كيديروا البركوكش كاين الناس اللي كيديروا كل واحد والعادات والتقاليد ديال الاكله اللي كتجمع عليها العائله. جميل جدا واخا تكون افراد العائله غير 3 الناس ولا 4 ديال الناس ولا 2 ديال الناس زوين اننا نخلقوا الفرحه بيناتنا. حتى نتوما غير كوبل شاب راجل ومراته يلاه بادين يمكن تكون العائله بعيده عليكم ولا يمكن تكون الظروف ما سامحاش باش نمشيو عند العائله نتجمعوا معاهم في ذاك النهار. واخا دابا ولات وسائل اتصال متاحه نقدروا نشوفوا فيسبوك نقدروا نشوفوا في واتساب نقدروا نشوفوا في اي حاجه ونديروا واحد الجلسه عائليه. حتى نتوما بالنسبه لكم لي جون كوبل علاش لا انت والزوج ديالك في دارنا نديروا جلستنا نديروا الاحتفاليه ديالنا بعاشوراء نوجدوا العشيوه ديالنا ونصوبوا الفاكهه ديالنا بطريقه كل واحد والجهد ديالو. كاين اللي وكل واحد والعادات ديالو في الفاكهه. كاين الناس اللي كيتاخذ الفاكهه الفواكه الجافه كلها والفانيد وكيزيدوا على الفانيد والمسكه والكيكعات والقريشلات وكل واحد شنو كيدير. كاين اللي كيبغي فاكهه معينه هي اللي كيحطها يعني كل واحد فينا والعادات والتقاليد والاعراف اللي كتكون حاضره في هذا الباب هذا. غير هو فين كتجمل المساله هي في الطريقه باش غادي نزينوا الطبله ديالنا. اذا اليوم اصبحنا كنلقاو يعني مثلا طريجات صغيرين كيتباعوا بمنطق ديكوراتيف اولا بمنطق يعطيونا المنظر بنيدرات صغيرين بعض الاكسسوارات اللي عندها علاقه بعاشوراء. علاش لا الا غيجيو عندنا الحباب نديروا واحد لو تيم ديالنا اللي اول حاجه انا غنمشي معكم لابسط الامور باش ما تكونش مكلفه. اول حاجه مثلا خدينا الفاكهه ديالنا كل واحد على حسب الجهد ديالو بطبيعه الحال وعلى حسب ما قدروا الله بطبيعه الحال. كاين الا بغى يخدا غير كعكعات ويجلس مع وليداته ويتجمع عليها هذاك هو الربح. كنعرفوا بان الظروف صعيبه شي شويه هاد الايام الناس مزيره وبزاف الحوايج جات متابعه ولكن ما يخفيكمش البارح انا خرجت درت واحد الدوره في درب عمر قضيت شي غرض كيبان لي تبارك الله كلشي كيجري وكيشريو لي جوا والناس كتشري كعكعات وكتشري الفاكهه الى غير ذلك. يعني واخا هكاك ضروري واحد شويه ديال الفال كما تنقولوا. فناخذوا غير طبيق ما غاليش كيبدا من 10 دراهم حتى ل 20 درهم طبيق تنديروا فيه الفاكهه ديالنا نخلطوها اولا نقسموها على شكل يعني نديروا شويه 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 من الحاجه اولا نخلطوا الفاكهه ديالنا ونقببوها بالتمر ولا حنا بغينا نزيدوا المشمش يابس ولا بغينا نزيدوا الاناناس يابس ولا بغينا نزيدوا داك لي فروي كيكون فيهم خليط البنان والكيوي وداكشي ميبس ديما كيبقى على الذوق ديالنا. انا فقط تنعطي غير الفكره وتنجيبوا غير بابي يعني داك الورق ديال السلوفان اولا داك الورق البلاستيكي اللي كجمعوا به الحلوه ندير واحد الغوبون سينتا خفيفه سهله ولا شي طريف ديال القيطان ولا شي شوشه عندنا في الدار وما بقيناش مستعملينها ولا ونجمعوا بها داك الطبيق ديالنا وحنا حطينا طبيصيل الفاكهه اولا طبيق ديال الفاكهه بلدي بطريقه مغربيه وانيقه حطينا عندنا في الدار ولا ديناه للحباب عطينا واحد الهديه بواحد الطريقه زوينه. الرسول صلى الله عليه وسلم اوسع الهديه
يقول لك تهادو تحابو، جميل جدا. الهدية كيخصها تكون في منطق الأزواج أو في منطق الأسرة أو مع الوليدات، خاصنا دائما نحرصوا على الهدية. ولكن الهدية قيمتها ماشي في بشحال شريناها، قيمتها في كيفاش قدمناها. ممكن إنسان أنه يشري يعني غير وريضة بربعة ديال الدراهم، ولكن الطريقة باش نقدمها لذاك الشخص لأن كنحبو، بغيت نقول لي راني كنحبك، سواء كان الزوج أو الصديق أو للصديقة أو للوليدات أو للأب أو للأم أو للعمة أو للخالة أو للعم أو للخال أو كيف ما كانت ظروف العائلة، طريقة باش غادي نقدمها ليك هي اللي كتكون فارقة جدا، وهي اللي كتعطي واحد المعنى كبير بزاف 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 بزاف. فأيضا يمكن لنا ناخدو مثلا واحد الكرتونة ديال يعني ديال كرتونه ديال شي سبات اولا ديال شي حاجه شريناها، تنديروا لها واحد لومبالاج. كيفاش كنديروا؟ تناخذوا واحد الطرف ديال الثوب يكون عندنا زويون، ونفصلوه عليها وتلصقوه بالكولا داك الطرف ديال الثوب، تكنغلفوا هذيك العلبه كلها هي، وتنديروا في الاخر واحد السوينتا تكون زوينه بلوينات زوينين بلوينات كيفرحوا. ناخذوا البيض، ناخذوا الخضر، ناخذوا الحمر، ناخذوا الاصفر، ناخذوا على حسب حنا اللوين اللي جاتنا قانتنا عليه في ديك اللحظه، وتنشدوه من الداخل تنغلفوا بالثوب، ومن بعد كنفرشوا بابي سولوفان اولا ورق زبده اللي بغينا كنفرشوه لداخل، وتنحطوا الفاكهه ديالنا بطريقه زوينه. غنعطيكم طريقه. تناخذوا مثلا واحد جبيبنا صغيره اولا واحد كاس يكون الفم ديالو كبير شي شويه، تنعمرو وتنحط تنقبب هذيك الكرتونه ديالي، تنحطوا واحد تقبيبات وحده حدا وحده حدا وحده حدا وحده حدا وحده هكذا، وتندورها بداك الشيء كامل، ونقدر نزيد زويقات بطريقه اللي انا عجبتني وبطريقه اللي ريحتني. نزيد زويقات، نرمي سوينتات، نرمي هكذا شي 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 طريف ديال القطار مثلا، ندور ما بين دوك التقبيبات. انا نبدع بطريقه اللي غتعجبني، راه امتع حاجه هو انني نصاوب شي حاجه بواحد المتعه ونقدمها لشي حد اللي كنبغيه، شي حاجه زوينه بزاف. فنديروا بها الطريقه هذه، ونسد الكورتينا ديالي ونقدم الهديه ديالي، اولا نحطو في الطبله ديالنا ديال اتاي. اليوم الحباب بزاف كيتجمعوا في العشيه العشاء ومن بعد كويز اتاي، نحطو بها الطريقه هذه. ايضا كاينه طرق اخرى انا غنرجع لها، ولكن من بعد ما نشوفوا معنا لاله فتيحه من مكناس شنو غتقترح علينا. تقول لنا العواشر كي كدوز مكناس. مرحبا بك لاله فتيحه. اهلا وسهلا، عواشركم مبروكه علينا وليكم لله، وسنه سعيده لكل المستمعات ومستمعي هذه الاذاعه الوفيه، والله يوفيكم بالصحه والسلامه ورحمه الله. الله يطول عمرك فتيحه، شكرا لك لاله، يخطيك الله يحفظك، مرحبا. نعم، احتراماتي لله لكل السيدات. انا اليوم بغيت نعطي بعض الاقتراحات فيما يخص هذا يعني هذه الساعه السعيده اللي هي تنحتفلوا بها دائما، اللي هي تنحتفلوا بها في يوم ديال عاشوراء. أيه. اللي بطبيعه الحال كيف تنقولوا راه فات العيد الكبير تبارك الله، الله يجعله علينا مقبول بالصحه والسلامه. تنشريوا الحولي مثلا 3000 درهم ولا شي حاجه، تنقولوا اودي داك الحولي شريناه يعني رخيص شويه. بينما هاد اللعب اللي هي تدخل الفرح على فلدة الاكباد ديالنا تجينا شويه غاليه. لاش شريتي غير واحد ثمن رمزي تقولوا اه غاليه هاد اللعبه، هو الوقت الوقت اللي مزيره شي شويه، ما راه الواحد ما يعز والو في وليداته. ولكن الناس سكينه يعني غاربه تيبقاو هما غاربه، الحمد لله دائما داك الحماس ضروري شويه الصواب. هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين. اليوم انا بغيت نعطي واحد الاقتراحات بالنسبه للفواكه الجافه اللي ذكرت. أيه. يعني راه بطبيعه الحال تنحضروا بعد هذا، احنا عندنا مثلا هذا اليوم ديال عاشوراء الكسكس، واخا ما تيجيش نهار الجمعه تنكونوا دائما محتفظين بداك شويه ديال القديد او الدياله او ما الى غير ذلك، وتتكون ديك اللمه العائليه الجميله جدا. ولكن من بعد تنجي نديروا ديك الجلسه الحميميه اللي تنستعملوا فيها يعني اتاي، تيكون داك الفواكه الجافه محطوطه. أيه. ولكن تيكون شي واحد عزيز يعني نقص منا، تنبغي نخليو له يعني الواجب ديالو حقه فاش يديروه. يعني كاين فينا اللي تيديروا في الميكا، كاين اللي تيديروا في ديك الجبانات البلاستيكيه، ولكن هو مهم جدا، وهذه نصيحه بغيت نعطيها للمستمعات الكريمات، اللي هو هذيك العلبه اللي تتفرغ لنا من الحليب البودر ديال الاطفال، يعني اللي تنكونوا تربعوا الوليدات ديالنا وتدخلوا لنا ديك العلبه. اييه. في اننا نحتفظوا بهذه الفواكه الجافره، تتقعد حتى شهر وشهرين تتبقى في نفس القرميشه ديالها، وكل فاكهه تتبقى يعني في النكهه ديالها الخاصه. اييه. غير فقط ما نغسلوش بالماء، نمسحوا غير بواحد المنديل ونديروا فيه هذه الفواكه بغينا. يحافظ عليها. تنعرفوا داك الفقاس الحار اللي دائما تيستعملوا السيد.
دار تبارك الله علينا كل سيدي هي رفعت تستعمل هذا الشقه. لاله فاتحه للاسف انقطع الخط. الا كان ممكن بطبيعه الحال وفاء وفاء تاخذ لينا سميحه لاله فاتحه من مكناس باش كملنا الاقتراحات ديالها. بطبيعه الحال ناخذ نتعاود تواصل لنا معها. سميحه غادي نرجع نواصل لكم بعض الاقتراحات. الاقتراح اللي عطاتنا لاله فاتحه زوين بزاف, خصنا نعاودوا نرجعوا باش نقدموا الاقتراحات الاخرى. غير سميحه غتكلفها وفاء يقولها له على اي حال. غادي نوصل معكم كما قالت لنا لاله فاتحه هادو افكار زوينين كيفاش نحافظوا على الفاكهه ديالنا وعلى دوك الفقيقصات وهادي كل واحد كيفاش كيبغي يحطهم. زوين بزاف اننا نفكروا في هاد الفكره هادي. ايضا من الاقتراحات اللي بغيت نعطي للسيدات, الا حنا في الدار مثلا ما عندناش سيرفيس يعني ما عندناش واحد الوانين متكاملين فاش غادي نحطو, انا نصيحتي للسيدات دابا تبارك الله ولا البورسلين واجد وكتلقاي في البيض يعني ما تحتاجي لا مرسوم بالخضر ولا مرسوم بسميتو ولا هاد الرشمه ولا هادي. تناخدو غير كناخدو واحد جبيبنات صغيورين طبيصلات صغيورين فحال هكذا وتنزينو بهم مثلا غنديرو الطبيق فيه الفاكهه هاد الفقيقصات هادي حاره هادي حلوه هادي يعني هاد 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 الفاني المسيكه الى غير ذلك. غادي نحطوا هادشي في الطبيله نديروا في هاد الوينيات الصغار ونزوقوا بهم الطبله ديالنا. هاد الطبله اللي كتكون متميزه بطبيعه الحال في, 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 في نهار في نهار عاشوراء. ايضا من الافكار اللي بغي نقترحها على السيدات تبارك الله دابا الى جينا نشوفوا في الفخار الصنع المغربي العريق والانيق جدا ما نلقاوش في العالم, حيت القفطان المغربي والفخار المغربي والبلغه المغربيه والصناعه التقليديه المغربيه ما نلقاوهاش في العالم. ما يمكنش شي واحد يصنعها في العالم من غير اليد المغربيه بداك الرقي وبديك بداك اللي بغينا نقولوا التفنن وبديك بديك الفينيسيون. ما يمكنش تلقاوها في شي بلاصه, واخا يقلدوا كتبقى الصناعه المغربيه اجود منها ما كاينش. فتبارك الله هذا الشيء ولات فيه بزاف ديال الاقتراحات اللي يمكن نقترحوها واللي يمكن نفكروا فيها واللي يمكن نحطوا فيها هاد الامور هادي. فتلقاو طبيصلات مثلا شكل خميسه ولا تلقاوهم على شكل تقبيبه ومعها طويسات صغيورين او لا في بعض الاحيان يمكن نستعملوا الطيفور النحاس. دابا ولينا كنلقاوهم الثمن ديالهم تقريبا ما بين 60 درهم حتى 100 درهم وانا متاكده من الثمن على حسب الحجم ديال الطيفور كنلقاو حتى 40 درهم الا كان طيفور صغر. هذا الطيفور هذا كيجي زوين تنحطوا فيه حتى هو الفاكهه ديالنا تنقسموا فيه الفاكهه ديالنا نقدروا ناخذوا دوك الطويفرات الصغيورين تنزيدوا فيها دوك الفقيقصات وتنحطوه في الطبله ديالنا تنزينوا به الطبله ديالنا فهو تيجي مئنق. ايضا يمكن لينا من الاقتراحات اللي نفكروا فيها في يوم عاشوراء وكيفاش نوجدوا الطبله ديالنا. انا غادي نرجع لبعض الصور ديال المستمعات الكريمات الله يعطيهم الصحة اللي صيفطوا لنا بعض الاقتراحات. يعني ما نحتاجوش شي حاجة كثيرة, بحال واحد السيدة شنو حاطة حاطة في الطبلة جوج تعرجات وبندير و و و و يعني وطبيصل دوك الطبيصلات اللي كيكونوا كيتباعوا مفرقين فيهم الفاكهة وجوج طبيصلات حداهم ديال البورسلين كيف ما قلت فيهم بعض الأفكار ومبخرة مطلق فيها ربما واحد شوية ديال العود ولا بخور الحج ولا رائحة طيبة وها هي الطبله تبارك الله مسيوله وزوينه. علاش لا, راه كل واحد على حسب الجهد ديالو. تبارك الله عليك لاله مينوشا تبارك الله عليك الله يعطيك الصحه. يعني الواحد ما يحتاجش بزاف ديال الحوايج, ما نحتاجوش بزاف ديال الحوايج باش نفرحوا, خصنا غير تكون الفرحه ويكون مع من نفرحوا ويكون مع من نتقاسموا هذه الفرحه هذه. ف سهل انا نخلقوا واحد 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 المتعه وسهل انا نخلقوا واحد الفضاء يكون زوين. ايضا من ضمن الافكار اللي يمكن اننا نختاروها الا ما عندناش شي حاجه في الدار وما عندناش اولا ما عندناش امكانيات باش ناخذوا الفاكهه كثيره اولا ناخذوها بواحد الكميه معينه فحنا تناخذوا يعني من بعض الناس مثلا كتاخذ الحمص كاوكاو القراشل الفانيد المسكه زريعه بيضاء كل واحد شنو كيعجبو. انا كنعطي دابا ابسط واقل حاجه يمكن ناخذوها. غادي ناخذوهم وتنحطوهم في طبيصلات
اولا في كويسات صغيورين بحال هكذا، وناخذوا القريشلات ديالنا مع التمر مثلا معهم شويه الشريحه، وهما اللي نديروهم في الطبيق اولا هما اللي نديروهم في داك الطبسيل الكبير ونزوقوا بالشيء الاخر. اهم في هذا الشيء هو ديك الكليسه، اهم في هذا الشيء هو ديك اللمه، اهم في هذا الشيء هو ديك الفرحه، هو داك النشاط اللي كيكون، هو ديك الضحكه اللي كتخلق. ماشي اهم في هذا الشيء هو اننا شنو غناكلو، انا كنعاود نركز عليها. فنتمنى ان اقتراحات اليوم تكون عجباتكم، تكون وضحت لكم شويه الصوره. كل مره تبارك الله وتاويلها وحداقها حداقتها ورقيها في بيت ديالها. غير هو نحرصوا على انهم تكون عندنا طاقه ايجابيه في البيت، الدار يكون نظفه مزيانه، نكونوا طالقين ريحه زوينه، كل واحد الريحه اللي كتعجبو، العود، المسك، بخور ديال الحج طيب، الريحه اللي حنا كتعجبنا نطلقوها في الدار في هذه الليله المباركه، نتقربوا الله سبحانه وتعالى، ندعيوا الله بداك الشيء اللي كنتمناه يا ربي، الله ينول كل واحد فينا ما في باله يا ربي وهذا اليوم المبارك. وايضا تكون فرصه باش نطلعوا مع احبابنا مع عائلتنا نتعشوا وحنا فرحانين، نجلسوا على ديك الجلسه ديال اتاي وحنا فرحانين، نعطيوا الهدايا لوليداتنا وهما فرحانين، نديروا فالنا فال عاشوراء وحنا فرحانين، نديروا حنينتنا علاش لا، كاين السيدات اللي كتبغي دير الحنينه اليوم، نديروا حنينتنا علاش لا وحنا فرحانين. ومره اخرى كنقول لكم معواشركم بركه مسعوده بالصحه والسلامه والعافيه وبزياده الرزق وبكل ما كتمنوا. نمشيو فاصل ونرجع نستقبلكم. جانا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو، مازال موصلين ومازال مستمرين، اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. حطيت لكم بعض الصور على الصفحه الرسميه للبرنامج على الفيسبوك، بعض الصور صراحه اللي وصلتني على شكل تهنئه من الاصدقاء والصديقات، مشكورين عواشركم مبروكه، ولكن لقيت باللي فيها بعض الافكار اللي يمكن انكم تختاروها بطبيعه الحال وعلاش لا تختاروا منها، غير كما كنقولوا نتانسبيرو منها اولا نفكروا منها افكار زوينه اللي نقدروا بطبيعه الحال كل واحد على قد جهده يحط طبيلة ديالو ويقدها بطبيعة الحال. ونتمنى أن هذه الأفكار تعجبكم إن شاء الله بإذن الله وتساعدكم. نمشوا عند لالة فتيحة. مرحبا بلالة فتيحة. مرحبا بلالة، الله يحفظك. سعيدة بالاتصال بكم مرة أخرى. مرحبا بلالة. نعم لالة، مرحبا. هاد قلتي لنا خلينا في الفقيقصات، قلتي نديروهم في هاد الحك ديال الحليب باش يكون ديال الوداد الصغار باش يبقاو طريين. نعم. ثم كذلك اقتراح آخر هو في نفس السياق بالنسبة لهذيك يعني العلب ديال اللي تتفرغ يعني كنساليو منها، هذيك ما نرميوهاش بحيث هذيك هي اللي تجعل لنا كل فاكهه على حده. يعني القرقع بوحدو، اللوز بوحدو، البيستاج، الكاوكاو دائما تيبقى عندنا هذا التلموه فيه، ويعني نعقدوا عليه بحال درنا بحال راه فيها يعني اتاي نيشان، كيف ما تيبقى لنا اتاي معقم يعني وكنشربوه دائما في الصيغه ديالو، راه حتى ديك الفاكهه غادي تبقى لنا هي عفوا في نفس الشكل ديالها. اييه نعم. وكذلك بالنسبه لها الوقت اللي مازال الحر ومازال يعني ارتفاع درجه الحراره، دائما تنشوفوا ان ما يسمى بالرزوزي او النحل، ولكن مشكل كبير ان السيده تقول انا يعني خملت الدويره ديالي وغسلت غير واحد شويه، يعني تيكون لنا هذا الرزوزي مع الاسف ذاك الخم ديالو تيتجمع لنا بكثره وتيمسع الاطفال ديالنا، وحتى حنا ككبار دائما كاين مشكل في هذا المشكل في هذه المساله هذه. هنا انا غادي نعطي للسيدات واحد الاقتراح اللي هو سهل وبسيط باش يمكن السيده تتخلص بشكل نهائي من هذا الرزوزي هذا. أيه. يكون عندنا في السطاح او في الدروج او ما الى غير ذلك، غير يكفي اننا نجيبوا هذاك المبيد الاخضر اللي تنحاربوا به الحشرات دائما يكون عندنا في الدار. يعني في الليل انا تنصح السيدات باش ترشوا على المكان اللي عندنا فيه هذا الرزوزي هذا، ويكون بعيد بطبيعه الحال الوجه ديالها عليه، غير تشوفوا يعني الاتجاه في المجموع ترش رشه وحده وراها تتخلص بشكل نهائي من هذا الرزوزي هذا وما تيبقاش عندها في الدار. يعطيك الصحه لاله فتيحه وشكرا جزيلا لك لاله يخطيك. نعم. وعواشرك مبروكه بالصحه والسلامه والعافيه وبكل ما تمنيتي يا ربي، واكيد نكونوا سعداء جدا تواصلوا مع بعضياتنا بطبيعه الحال. لاله فتيحه لاله يخطيك، الله يحفظك، شكرا لك. والله انا في الخدمه ومرحبا في كل ما احتاجوا ليا، وتنطلب منكم لينا الشرف يعني تاخذ الرقم ديالكم من الرقم ديالي عفوا من عندكم ويتصلوا بيا الاخر. مرحبا. وهكذا نديروا لما عائليه بحال اللي رحنا في ميد راديو بحال، والله العظيم الا سكينه بغيت قبل ما تفوتني هذه الفرصه راه تجيني اتصالات الحمد لله، وتنحيي واحد الاخت اللي حبيبه من الناظور المستمعه اللي قلتي لي بغات الرقم ديالي. أيه. فعلا اتصلت بيا هذه الاخت ولقيتها يعني من انعم السيدات، تنحييها بهذه المناسبه من عواشر مبروكه، ولكل المستمعات كذلك هما ولاو بحال الاخوات ديالنا. اكيد اكيد نستافدوا من بعضنا، والفضل كله تيرجع للراديو لهاد الناس،
وهاد الشابات المحترمات الله يقويكم ويحييكم ويحفظكم. الله يحفظك ليا لاله فتيحه وشكرا جزيلا. واكيد انا هو الهدف انا نكونوا لمة عائليه وحده بطبيعه الحال ونجمعوا مع بعضياتنا ونتكلموا مع بعضياتنا ونكونوا مع بعضياتنا في الحلوه وفي المره، علاش لا؟ هذا هو المبدا بطبيعه الحال، هذا هو المبدا ديال الاذاعه بصفه عامه وديال البرنامج بطبيعه الحال. شكرا لك لاله فتيحه، الله يبارك لك وعواشركم مبروكه، وعواش مبروكه لكاع المستمعات الكريمات اللي كيتابعونا. جاتني في بالي دابا الهام مستمعتنا من ورزازات، انا على يقين انها تكون بغات تعطينا مجموعه من الاقتراحات ولكن للاسف ما بقاش معنا الوقت. الا كنتي كتسمعينا الهام كنقول لك عواشرك مبروكه بالصحه والسلامه والعافيه بكل ما كتمناي. ايضا واحد المستمعه اخرى لاله بهيجه كنقول لها عواشرك مبروكه بالصحه والسلامه والعافيه بكل ما كتمناي. وكاع المستمعات كلكم 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 بدون استثناء كلكم عزيزات وغاليات وصديقات وحبيبات والله يخلينا مجموعين ونكون سعيدة جدا نتواصل معكم. شكرا بزاف على واتساب ديالكم معايا في هاتفي الخاص، على سؤالكم الدائم عليا، على يعني تواصلكم الدائم. شكرا جزيلا لله يخطيكم. تحية لله مريم أيضا مستمعة كريمة ولالة كنزة وكاع المستمعات اللي خطيكم علينا، وشكرا لكم، شكرا 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 جزيلا على محبتكم وعلى وفائكم، وحنا كنحبوكم جميعا 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 جميعا. تحية أيضا مستمعاتنا في العيون أسماء الأخت ديالها كل المستمعات باش ما نستثنيش شي حد، فقط غير الأسماء اللي جاتني في بالي دابا ولكن كلكم في القلب، ولالة خطيكم وعواشركم مبروكة بالصحة والسلامة والعافية وبزيادة الرزق وبكل ما كتمناو. يا رب يجعلوا عام الخير على الجميع، وكل ما في بالو شي حاجه وكل ما في خاطرو شي حاجه ينولها له ربي هاد السنه ان شاء الله. لاله فاطمه من اسين ختموا بها. مرحبا بك لاله فاطمه. على السلامه. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يحفظك ليا لاله. مرحبا. واش مبروكه علينا وعليك بالصحه والسلامه والعافيه يا ربي. واش مبروكه على كاع ميت غاديه. مرحبا بلاله، الله يبارك ليك. شكرا جزيلا. تفضلي اختي. عندك واحد السؤال. ما دابا يلا جلش الدار الله يبارك تنشوف تلم كيفاش تلم الجليج. ايه واخا واخا محي نقي الجليج دابا ما كاينه فيه لا سيما لا حتى حاجه. نقي الجليج خدمت فيه شويه ما شقي فيه شويه وما درت لي جافيل وداك الشيء ما عاد يلمع. لا دابا الجليج نقي يعني حيدتي ديك البقيه ديال السيما وداك الشيء بغيتي غير يرجع لي داك اللمعان ديالو. غادي غير دهني ليه عند لابابو ديالو كنحط هذوك الحموريه حداه ولات داك واحد الخطيطات بيضين بلات نشوف الحموريه واخا جافي درت ما عادش بيض الماء. دابا الطريقه باش بغيتي انت الجليج ديالك غير يلمع. ولي الماء باش يلمع غادي دهني ليه صابون بلدي ياك بحال مثلا في العشيه غدهني ليه كله غتخليه يبات. يبات فيه الصابون البلدي، والغد ليه غتسيقي داك الصابون البلدي ياك وغتاخدي واحد الفوطه تكون ما بقى عندك ما ديري بها ما تكونش كتطلق الخمله غديرها في واحد الكراطه وغتبقاي كتجري مزيان هذاك الزليج اللي كنت تغسل مزيان يكون تغسل داك الصابون ما بقاش فيه راه ما حدك انت كتنشفي بديك الفوطه ما حد الزليج ديالك تيعطي اللمعان ديالو اللي هو فيه الاصلي اللمعان الحقيقي ديالو. فوالا جربي ان شاء الله ويكون خير. نعم لاله. هذيك الحموريه ما سبقاش الحموريه ديالاش ما عرفتش ديك الحموريه ولات يمكن انت كيف الصفراء ولا ما عرفتش عندي واحد الوليد صغير. الا كان ممكن صوري لي هاد الحموريه هادي وحطيها لنا في لاباج فيسبوك باش نقدر نعرف اشنو هي، لان انت قلتي دابا الزليج يلمع هاد الطريقه باينه ولكن هاد الحموريه انا ما عرفتش ديالاش هاد الحموريه. دابا الزليج في واحد الخطيطات بيضين ياك ما كنسمعكش مزيان لاله. دابا الخطيطات كاينين في الكوزينه. اييه. واحد الخطيطات بيضين لازم ديك الحموريه. هاد الحموريه من جات؟ هاد الحموريه من جات واش ما عرفتش واش من يمكن اسي ما عرفتش. الا كان ممكن الله يخليك غير صوريها باش نعرفها شنو هي واخا؟ صوريها وصيفطيها لنا على الصفحه الرسميه للبرنامج وان شاء الله نجاوبك بكل فرحه. لاله مرحبا عواشرك مبروكه. عندك الواتساب صيفطها في الواتساب ديالك؟ صيفطها لي في الواتساب ولا صيفطها في فيسبوك؟ الواتساب ما درناش الواتساب للبرنامج لانه كنا درنا هذه الخطوه هذه ولكن ما قدرناش تبارك الله عليكم انتم كثارات لهلي خطيكم علينا ما قدرناش انه كلشي نديرو في جروب واحد فيمكن لك انك سوا تصيفطي لي في الصفحه ديال الفيسبوك سوا في الواتساب الخاص ديالي ما كاينش مشكل. مرحبا.
حنا اكيد مرحبا بلالا. حنا اكيد مستمعينا الكرام ما سخيناش بكم تبارك الله على سيدي وعلى لياتي الحد قات اللي صيفطوا لنا العادات والتقاليد. عوشكم مبروكه تبارك الله عليكم. سمحوا لي ما قدرتش نقرا كاع لي ميساج ديالكم. الله يحفظكم ويبارك لكم يا ربي. ولكن نتمنى ان الحلقه اليوم تكون نالت اعجابكم وتكون عطاتكم بعض الافكار باش تحتفلوا اليوم بالليل بعاشوراء. الله يجعلها ايام مباركه عليكم يا ربي بكل ما كتمنوا. كنشكركم جزيل الشكر على حسن الاصغاء والمتابعه. كنشكر وفاء فائز رفقتنا اليوم في الاخراج. عواشرك مبروكه وفاء. كنشكر ايضا سميحه في استقبال مكالماتكم. عواشرك مبروكه سميحه. كنوجه التحيه وكنتمناها ايام مباركه لجميع الزملاء والزميلات. عواشركم مباركه مسعوده بالصحه والسلامه والعافيه وبكل ما كتمنوا يا ربي. ايضا لكم مستمعينا الكرام فين ما كنتم من طنجه حتى للقويره, ايضا مستمعينا خارج ارض الوطن, كنقول لكم عواشركم مبروكه ونتمنوا دائما نكونوا كنقربوكم من بلادكم وكنقربوكم من اجواءنا واجواءكم وتريحكم. فاهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. كنتمنى لكم شهية طيبة وصيام مقبول لكل الصائمين. دمتم في رعاية الله مستمعينا, وإلى اللقاء.